احنا في صباح الخير يا مصر، معاك وكل يوم دايما كده بنفتح زي ما بيقولوا نافذة على مهرجان العالمين الجديدة، بنشوف الأنشطة الفعاليات. تعالوا مع حضراتكم دلوقتي نروح مباشرة للعالمين الجديدة مع زميلتنا دينا شرف ونشوف معاها ايه النهاردة اهم الفعاليات النهاردة الجمعة في المهرجان. ايه صباح الخير هبة، صباح الخير محمد، صباح السعادة والتفاؤل على كل مصريين في كل مكان. احنا النهاردة من مدينة العالمين الجديدة وتحديدا من ملعب كرة القدم الشاطئية اللي اتلعب عليه امبارح اجمد ماتش في تاريخ الكرة المصرية، يمكن زي ما كان جميع الناس بتقول هنا امبارح ان الماتش كان جامد جدا لانه كان ما بين منتخب الاندية واساطير كرة القدم لنجم الاهلي والزمالك، وكان ماتش يعني كله حماس وكله حب كمان، وكان بيرفع شعار واحد بس هو لا التعصب. النتيجة كانت لصالح منتخب الأندية بنتيجة 5-4، وده اللي هيحصل على كأس مهرجان العالمين الجديدة، هيحصلوا هم على الكأس من الشركة المنظمة. بيسعدنا يكون معانا النهاردة ومنورنا في صباح الخير يا مصر كريم جمعة، مدير تطوير الأعمال بالشركة المنظمة. صباح الخير يا كريم. صباح النور يا دينا. ايه الاجواء المبهره اللي كانت موجوده هنا امبارح؟ والماتش كان حماسي جدا وكان كل اللعيبه بتلعب بحب، حتى لعيبه من اساطير النجوم الاهلي والزمالك ومنتخب الانديه كان في سعاده كبيره جدا. الصراحه كانت احتفاليه رائعه جدا وكانت كبيره، وكان المكبر الاحتفاليه ومخليها احتفاليه جميله هو الجمهور. كان في اعداد كبيره جدا موجوده امبارح، واول ما المبادره جت من قناه اون تايم سبورتس والفكره رحبنا بيها كشركه سكور جراس بالتعاون مع شركه المتحده، وقدرنا نجهز كل التجهيزات اللي تضم الاحتفاليه الكبيره دي في وقت قياسي. طيب كلمني عن الملعب وازاي تم تاسيسه على البحر كمان على طول، وفي مده قد ايه؟ لانه هو طبعا كمان يعني ملعب للكره الخماسيه، فهو يعني مشكل بشكل كبير جدا بشكل مميز، اللي كمان الجراس اللي في الارضيات شكلها كمان يعني قوي وكمان بيسهل اللعب عليها بشكل كبير. دي حقيقه، احنا حبينا ان احنا نظهر في المهرجان العالمين في دورته الثانيه بشكل مختلف، فعملنا منتج مختلف صنعته شركة سكور جراس، وهو نجيل صناعي استخدمنا فيه مادة بديلة للرابر، والرابر دي المادة المستخدمة في كل ملاعب النجيل الصناعي بس ليها أضرار كبيرة جدا، فاستخدمنا بدلها مادة طبيعية اسمها جيوفيل. دي خلت الناس تحس ان هي بتلعب على نجيل طبيعي، تستمتع بمميزات النجيل الطبيعي ولكن مش بعيوب النجيل الصناعي. الملعب كل اللي هو بيحتاجه ان هو يترش ميه، وانس ان احنا رشناه ميه وجهزنا الحاجات البسيطه دي جدا، اللعيبه بتقدر تستمتع بالتجربه بشكل مثالي، وده ساعدنا ان احنا نطلع بكل الايفنتات بتاعت الفتره اللي فاتت، وكمان الايفنت الكبير والحدث الكبير اللي حصل امبارح. انت كنت حاضر المباراه صح؟ اكيد طبعا. طيب مين اللعيبه اللي كانت موجوده من نجوم الاهلي والزمالك ومن اساطير كمان منتخبات الانديه؟ الاهلي والزمالك كان موجود كابتن حازم امام، كان موجود كابتن احمد حسن، موجود الكابتن ميدو، وطبعا كباتن الكبار كلهم مع التوجيه الستار صبري. ده طبعا فريق منتخب الانديه، كابتن عبد الستار صبري، كابتن عبد الظاهر السقا، كابتن عمرو الحلواني، مش عايز انسى حد. بس كانت احتفاليه جميله جدا، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا نكررها تاني لان الاجواء دي اجواء احتفالات على طول. في ماتشات تانيه هتتلعب قريب هنا على الملعب؟ طبعا، احنا الملعب لحد يوم 31/8 لحد انتهاء المهرجان في دورات، في كؤوس، في احداث، في احداث مهمه ان شاء الله هيكون سامحين للجمهور انه يدخل. اي حد من الجمهور مهتم انه يحضر اي حدث يقدر يتابع بيج تذكرتي وبيج سكور جراس وبيج مهرجان العالمين اول باول هنكون بننزل، ودايما من ضمن اولوياتنا هو الجمهور. صحيح. طيب عايز اعرف منك ازاي تم تاسيس الملعب في فتره كمان قد ايه؟ يعني بياخد وقت تاسيس الملاعب خاصه على الشاطئ، واكيد في مكان كبير زي مكان مدينه العالمين الجديده، هي مبهره بكل حاجه، وهي يمكن زي ما بنقول هي مدينه ذكيه ومن مدن الجيل الرابع. اكيد انتوا واكبتوا الملعب بنفس الطريقه وبنفس التشكيل او بشكل بالذات علشان يكون بيواكب المكان اللي موجود فيه. اكيد طبعا، احنا قوه مصنعنا المصنع المصري اللي شغال بعماله مصريه، اللي بيعمل منتج مصري، قدر يدينا قوة كبيرة جدا ان احنا نعمل الملعب ده في وقت قياسي في وقت اقل من اسبوع. قدرنا بعد الاسبوع واحد
ودي قدرتنا في كل حاجة، مش في ملاعب الكورة بس، قدرتنا كمصنع لأي منتج نقدر نعمله. احنا كمان احنا مصنعين أرضيات ملاعب بادل، واحنا اللي عاملين أرضيات ملاعب البادل، وقدرنا ان احنا كمان نصدر ملاعب بادل لأسبانيا. عايز اقولك ان البادل دي بقت منتشرة في مصر بشكل كبير جدا، والشباب كلها مقبلين عليها بشكل اكبر، يعني هي بصراحة ممتعة جدا. طبعا، لان هي رياضة متطلباتها مش صعبة، فبيقدر كل الناس ان هي تشارك فيها، سواء اعمار صغيرة او اعمار كبيرة بمختلف المستويات. فده اللي شجع الناس ان هي تمارس لعبة البادل وتبقى لعبة شعبية. وانا من وجهة نظري الشخصية ان هي بقت اللعبة الشعبية رقم 2 بعد الكورة البادل. لا، وليها مستقبل فعلا. انا اعرف بقيت خلاص كل صحابي وناس وقرايبنا، لا، البادل دي بقت اساسيه بالنسبه لهم، لازم حجز في الاسبوع في اي ملعب بيلعبوه. فهي بصراحه يعني لا ممتعه، بتفكرنا بالراكت بتاع زمان. طبعا، هي ميزه البادل ان هي مجمعه افكار اكتر من لعبه، بس بتسمح بالمستوى المبتدئ ان هو يمارس اللعبه من غير ما يكون متضايق، من غير حتى ما يحس بمجهود كبير او يحصل له اي اصابات. فده اللي بيشجع الناس كلها ان هي تمارس اللعبه دي. في مباريات تانية هتتلعب قريب هنا، او هتعملوا كمان اماكن اخرى للملاعب لكره القدم الشاطئيه هنا؟ احنا طول الوقت احنا شغالين، وطول الوقت بنعلن عن حاجات. ان شاء الله في مفاجآت كبيره قوي للناس. كل اللي احنا محتاجينه من الناس ان هم يفضلوا متابعين ومستنيننا، وان شاء الله كل الاحداث اللي جايه تكون احداث اكبر من اللي حصلت كمان. كنت بتشجع مين امبارح؟ كنت بشجع الفرقتين عشان دلال التعصب. لا، رد مقنع فعلا. لا بجد، يعني انت شايف طبعا هو كان في هاتريك وريمونتادا كمان لنجوم الاهلي والزمالك امبارح، بس هم في الاخر يعني هم خسروا 5-4، فكان طبعا اجواء حماسيه جميله جدا. يعني احكي لنا شويه عن انا الصراحه كنت متوقع بفوز فريق منتخب الانديه، لان كانت الاعمار اصغر، كان كابتن عمرو الحلواني وكابتن حسام حسن لسه معتزلين من فتره قصيره، فقريبين من الملعب اغلب الوقت، فده ساعدهم ان هم يكسبوا. بس الفرقتين قدموا ماتش هايل، الفرقتين لحد اخر لحظه ما كانش حد متوقع مين اللي هيكسب بعد الريمونتادا اللي حصلت، وبنتمنى ان احنا نكرر ده تاني كتير ان شاء الله. ان شاء الله. يعني انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا النهارده. كريم جمعه مدير تطوير الاعمال في الشركه المنظمه، زي ما تابعتوا معانا هبه ومحمد، احنا طبعا كنا هنا في ملعب كره القدم، وكانت فعلا امبارح كان في مباراه حماسيه كبيره جدا، كانت بعنوان واحد بس، لا للتعصب. كانت كلها اجواء يعني جميله وممتعه، والناس كلها انبسطت هنا امبارح، ويمكن صدى ده على السوشيال ميديا، كان كتير جدا كل الفيديوهات عن اللعب وقد ايه كان اساطير ونجوم الاهلي والزمالك ومنتخب الانديه من اللعيبه القدام اللي كلنا اتربينا عليهم، هم كانوا موجودين امبارح وكان بيلعبوا، بس كانوا تحت شعار واحد بس، هو لا للتعصب. وده اللي بنتمناه دايما في الرياضه المصريه، اللي هو تكون دائما اخلاق وايضا لا للتعصب. بشكركم.